كناواد كادير الجروب ديالها كادير، والتحياتي للمعلمين كاملين، والتحياتي مال نسويرة. وحنا هاد المجموعة ديما كنجيو كنشتركو معاهم في الاستقبال ديال سويرة، كنشترك معاهم كل العام. هاد الناس كينشتو معانا، وكاينين العبيد، كاينين المرساوي، كاينين الشلحاوي، وكاينين اسيدي كلشي، جميع الفخرور كاينين كينشتو معانا وكيتفرجوا على الاستقبال ديال سويرة. هاد الشكل هذا اللي ولا في الاداره ديال المهرجان، في كل ساحه كتلقاو لون تراثي. هنا قناوه، عساوه، احواش، جميع لي فولكلور. المهرجان ما قاصد حتى شي لون، واخا مهرجان دقناوه جميع الالوان كاينه، ما قاصدين حتى شي تراث، جميع التراث كاين في الصويره. والاداره كتفكر الناس الزوار، كتخلق لهم هاد الانيماسيون في الشوارع، ماشي كيتسناو حتى العشيه كاينه سهرات ولا شي حاجه. فيما تزدي كتلقى فولكلور في اي حي في مدينه الصويره، في السقاله، في تحت المكانه. نتواجدوا دابا في هذه الساحه، الساحه تحت المكانه اللي كنديروا فيها الطقوس ديالنا، اللي هي الطائفه الحمدوشيه، اللي من بعد مرور 22 سنة تيعاودوا يرجعوا يديروا هاد البلايص اللي هما باش ينشطوا المدينة ويعطيوا للمدينة واحد الزخم اللي هو ويشاركوا الناس اللي ما فحالهمش، يمشيوا مثلا للسن الكبار صحيا وداك الشيء، ما كتفوتهمش الفرصة أنهم تا هما يتفرجوا في حمدوشي. هادي هي الطائفة الحمدوشية لمدينة الصويرة اللي بدورها تا هي كتشارك في مهرجان قناوة وموسيقى العالم.